عشرة نزاعات حدودية بين الدول يبدو أن لا حلول لها. تنشأ الحروب بين الدول لأسباب عديدة، منها الحدود السياسية وهي تلك الخطوط الوهمية التي صنعها البشر ليحددوا بها مناطق سيادة دولتهم. فاندلعت مئات الحروب على مر التاريخ، وحتى الآن نتيجة اعتقاد دولة ما بامتلاكها حق الاستيلاء على منطقة حدودية معينة، أو اختلاف دولتين على حق سيادة منطقة حدودية معينة. سنتحدث في هذا الفيديو عن نزاعات حدودية بين دول في مختلف أرجاء العالم، وقد حصلت هذه النزاعات منذ فترات زمنية مختلفة، وكان القاسم المشترك بينهما هو استمرارها حتى يومنا هذا، بل استحالة إيجاد حلول لها في المستقبل القريب. أولاً، الصحراء الغربية. تقع منطقة الصحراء الغربية في أقصى الشمال الغربي من القارة الإفريقية، يحدها المحيط الأطلسي من الغرب ودولة المغرب من الشمال، أما من الشرق فتحدها دولة الجزائر وموريتانيا من الجنوب. يبلغ عدد سكان الصحراء الغربية نحو 600 ألف نسمة، وهو عدد صغير جدا مقارنة بمساحتها، مما يجعل الكثافة السكانية منخفضة بشدة، ويميل سكانها للعيش في المدن الكبرى، أما خارج المدن فلن تجد سوى مساحات شاسعة من الصحراء القاحلة. يمكنك اعتبار الصحراء الغربية مخلفات استعمارية من حقبة الاستعمار الإسباني، وتصنفها الأمم المتحدة ضمن قائمتها للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، لكن النزاع ما زال قائما بين دولتي المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي الجمهورية الحاكمة للمنطقة وذات اعتراف عالمي محدود. طالبت الدولتان بأحقية سيادة المنطقة منذ سنة 1975، عندما وافقت إسبانيا على التخلي عن المنطقة في اتفاقية مدريد. وعندما غادر الإسبان سنة 1975، تركوا الصحراء تحت إدارة مشتركة من المغرب وموريتانيا. اندلعت حرب ثلاثية الأطراف بين موريتانيا والمغرب وحركة التحرر الصحراوية المعروفة باسم البوليزاريو، وقامت الأخيرة بتأسيس جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية التي شكلت حكومتها في المنفى في تندوف بالجزائر. استمرت الحرب حتى سنة 1979، حيث انسحبت موريتانيا، مما دفع بالمغرب للسيطرة على معظم الأراضي والمدن الكبرى والموارد الطبيعية. استمرت الحرب بين المغرب وجمهورية الصحراء العربية الديمقراطية حتى أعلنت الأمم المتحدة عن مفاوضات وقف إطلاق النار سنة 1991، وأعطي للمغرب سيادة على ثلثي الأراضي، بينما خضع الثلث الآخر لحكم جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية بدعم من الجزائر. لكن النزاع لم ينتهي بوقف إطلاق النار، فاعترفت 37 دولة بجمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، بل أصبحت عضوا في الاتحاد الأفريقي، بينما دعمت جامعة الدول العربية ودول إفريقية أخرى حق المغرب في حكم الصحراء. بالطبع لم ترحب حكومة المغرب باعتراف الاتحاد الإفريقي بجمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، لذا قام المغرب بسحب عضويته من الاتحاد، ولا زالت الصحراء حتى يومنا هذا منطقة نزاع بين الطرفين. ثانيا، جبل طارق. بالرغم من مساحة جبل طارق الصغيرة، لكنه منطقة حدودية متنازع عليها، حيث طالبت إسبانيا والمملكة المتحدة بأحقية حكم المنطقة. وجبل طارق أو جبرالطار منطقة حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة، تقع في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، ويعيش فيها نحو 30 ألف شخص. اشتهرت المنطقة بكونها طريقا بحريا للسفن والبواخر، ويبلغ الناتج المحلي لجبل طارق 1.64 مليار جنيه استرليني، واقتصادها قائم على السياحة والملاحة والخدمات ونوادي المقامرة. خضع جبل طارق لحكم إسبان بعد جلاء المسلمين عن شبه الجزيرة الإيبيرية، واستمر حكم إسبانيا حتى سنة 1704، حيث استولت قوات مشتركة من الإنجليز والهولنديين على جبل طارق خلال فترة حرب الخلافة الإسبانية. ووقعت الأطراف المتحاربة معاهدة أوتريخت سنة 1713، التي تخلت إسبانيا بموجبها عن جبل طارق لصالح بريطانيا إلى الأبد. كان للمنطقة الصغيرة أهمية كبيرة بالنسبة للإنجليز، وخاصة في مجال النقل والعبور. فخلال الحرب العالمية الثانية، وضع الإنجليز الكثير من القواعد البحرية في المضيق، مما أعطاهم حرية العبور والتحكم في مداخل ومخارج البحر المتوسط. استمرت السيادة البريطانية على جبل طارق لنحو 300 عام، لكن إسبانيا استمرت بالمطالبة بحقها بالرغم من توقيعها معاهدة أوتريخت.
بل حاولت استعادة جبل طارق وقامت بمحاصرة المنطقة عدة مرات، لكن جهودها باءت بالفشل. عقد سكان جبل طارق استفتاء سنة 1967 ومرة أخرى سنة 2002 للتصويت على البقاء تحت التاج البريطاني أو الانضمام إلى إسبانيا. واختار السكان في المرتين البقاء ضمن المملكة المتحدة، ووصلت نسبة المؤيدين إلى 99%. أما في سنة 2006 وعقب بدء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلنت إسبانيا عن نيتها باستعادة جبل طارق إن خرجت بريطانيا من الاتحاد. وقد كان سكان جبل طارق التابعون للمملكة المتحدة قد صوتوا في إحدى المرات على البقاء ضمن الاتحاد، لكن القرار النهائي كان خروج بريطانيا من الاتحاد. لذا دعا وزير خارجية إسبانيا إلى وضع شبه الجزيرة ضمن إدارة مشتركة، وادعى أن إسبانيا على بعد خطوات من تحقيق السيطرة الكاملة على مضيق جبل طارق. ثالثا، إقليم كوسوفو. تعتبر كوسوفو اليوم دولة ذات إدارة مستقلة حاصلة على اعتراف 80 دولة من أعضاء الأمم المتحدة بالإضافة إلى تايوان. في المقابل ترفض صربيا الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة وتطلق عليها اسم إقليم كوسوفو وميتوهيا. يبلغ عدد سكان كوسوفو اليوم نحو 1.8 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي 18.8 مليار دولار. كانت كوسوفو جزءا من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية، وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي واجهت الجمهورية فترة انتكاس تسببت في تجزئة الدولة إلى عدة أقسام. فحصلت 5 دول على استقلالها، وهي كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا بالإضافة إلى صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك. استمرت صربيا والجبل الأسود في السيطرة على أراضي كوسوفو، لكن شعبها أراد الاستقلال. فبدأت حرب طويلة منذ سنة 1989 وحتى سنة 1999، وانتهت باستقلال كوسوفو. حصل جيش تحرير كوسوفو على دعم قوي من الأمم المتحدة، وصل إلى حد قصف صربيا بالصواريخ، فانسحبت صربيا من أراضي كوسوفو منهية بذلك الحرب، مما أدى إلى انقسام الجمهورية الأخيرة إلى صربيا ومونتينيغرو الجبل الأسود سنة 2006. أما كوسوفو فأعلنت استقلالها سنة 2008 بعد أن كانت محمية خاضعة للأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب. بقيت كوسوفو تحت مراقبة المجتمع الدولي، حيث أنشأت الأمم المتحدة مكتبا لها هناك كي تراقب نشاطات الحكومة وقراراتها، مع مجموعة دولية مؤلفة من جميع الدول التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وفي سنة 2012 ألغت الأمم المتحدة مهمة الإشراف على إدارة البلاد، وتركت شعب كوسوفو ليحكم ذاته. من المقرر أيضا إنهاء البعثة الأوروبية في كوسوفو التي بدأت سنة 2008 بحلول سنة 2012، لكنها موعد إنهائها قد أجل عدة مرات. وتضم هذه البعثة القانونية الآلاف من رجال الشرطة والقضاء للحفاظ على سيادة القانون في كوسوفو. رابعا، جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. كانت مجموعة الجزر الصغيرة هذه سبب العداوة التي نشأت بين الأرجنتين والمملكة المتحدة، حيث أعلنت المملكة سيادتها على جورجيا الجنوبية منذ سنة 1775 عندما وصل المستكشف جيمس كوك إليها. وضمت المملكة المتحدة جزر الساندويتش إلى الجزيرة السابقة سنة 1908، لكن في عام 1904 كانت شركة صيد الحيتان الأرجنتينية قد بدأت أعمالا لها في جزيرة جورجيا الجنوبية. أصبحت جزيرة جورجيا الجنوبية وجزر الساندويتش جزءا من جزر الفوكلاند بعدما استولت بريطانيا عليها. وفي سنة 1906 وقعت شركة صيد الحيتان الأرجنتينية عقد إيجار حصلت بموجبه على رخص صيد الحيتان البريطانية. بالرغم من قيام الشركة بالانحياز للجانب البريطاني، طالبت الحكومة الأرجنتينية بحقها في السيادة على جورجيا الجنوبية سنة 1927 وعلى بقية الجزر سنة 1938. حاولت المملكة المتحدة حل هذه الأزمة بسلام، فعرضت القضية على محكمة العدل الدولية 4 مرات بين سنتي 1945 و1955. رفضت الأرجنتين التنازل عن حقها وأنشأت قاعدة بحرية على جزيرة ثولي. اكتشف البريطانيون هذه القاعدة سنة 1974 واعترضوا على قيام الأرجنتين بهذه الخطوة،
لكن بريطانيا لم تمنع التواجد الأرجنتيني حتى انتهاء حرب الفوكلاند. قامت مجموعة من الأرجنتين في 19 من شهر مارس سنة 1982 بالتنكر كتجار خردة، واحتلوا محطة صيد مهجورة وتقدموا نحو مدينة غريتفيكان واحتلوها في 3 من شهر أبريل. لم يستمر الاحتلال طويلا، حيث استعادت القوات البريطانية المدينة في 25 من الشهر نفسه، أي لم يرحل الأرجنتينيون إلا بعد استخدام القوة العسكرية. وفي سنة 1985 استقلت جورجيا الجنوبية وجزر الساندويتش عن التبعية لجزر فوكلاند، وأصبحتا جزءا من أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة. وطرحت القضية مجددا سنة 2010 عندما طلب رئيس فنزويلا هوغو تشافيز من الملكة إليزابيث الثانية إرجاع الجزر إلى دولة الأرجنتين. رفضت المملكة بالطبع، لكن الأرجنتين ما زالت حتى اليوم تطالب بحقها في الحصول على هذه الجزر. خامسا، شبه جزيرة القرم. أصبحت شبه جزيرة القرم محط أنظار الإعلام والسياسة الدولية في السنوات الأخيرة باعتبارها أحدث نزاع حدودي في العالم، حيث استولت روسيا على شبه الجزيرة سنة 2014 بعد اندلاع الثورة في أوكرانيا. تضم القرم نسبة كبيرة من السكان الروس الذين يفضلون السلطة الروسية على الأوكرانية، خاصة بعد التوترات التي حصلت في أوكرانيا والوضع غير المستقر. لكن التصويت الذي جرى في القرم لم يحصل على أي اعتراف دولي. اندلعت المظاهرات المؤيدة لروسيا في القرم بعد استيلاء الحكومة الأوكرانية المؤقتة على السلطة في كييف. حاولت أوكرانيا استعادة السيطرة على شبه الجزيرة بالرغم من تعاظم المظاهرات، ووصل الأمر في مدينة سيفاستوبل إلى اختيار مواطن روسي لمنصب العمدة الجديد، وذلك أمر غير قانوني في أوكرانيا. أكد رئيس المجلس الأعلى أن القرم لن ينفصل عن أوكرانيا، وفي صباح اليوم التالي احتلت القوات الخاصة الروسية مبنى المجلس الأعلى ومبنى مجلس الوزراء في القرم، ورفعت الأعلام الروسية فوقها، واضطر المجلس نتيجة الضغط الروسي إلى الاجتماع والبدء بالتصويت. لا نعرف بالضبط إن كانت الأصوات معدة مسبقا أم أنهم صوتوا تحت التهديد، لكن أحد التقارير يشير إلى توقيف أعضاء البرلمان في نقطة تفتيش وعدم السماح لهم بالمرور إلا إن صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا. أعلنت الحكومة الأوكرانية المؤقتة أن التصويت غير قانوني، وانتشر الجنود الروس في جميع أنحاء الجزيرة، لكن روسيا أنكرت وجود قوات لها في القرم. وفي 18 من مارس سنة 2014 وقعت معاهدة انضمام جمهورية القرم إلى روسيا. بالطبع أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نتائج الاستفتاء باطلة. وفي شهر جوان من سنة 2015 أعلن رئيس الوزراء الروسي انضمام القرم كليا إلى روسيا. وفي شهر أوت من العام التالي أعلنت أوكرانيا عن ازدياد عدد القوات الروسية على الحدود، مما دفع بأوكرانيا إلى نشر قواتها أيضا على الحدود الروسية الأوكرانية. سادسا، التبت. يعتبر النزاع الحدودي حول أراضي تيبت أطول نزاع في التاريخ، وترى جمهورية الصين الشعبية أن تيبت جزء لا يتجزأ من الصين، وكانت تابعة لها منذ القرن الثالث عشر ميلادي. ويؤكد القانون الصيني في عهد سلالة يوان تبعية التبت لدولة الصين، لكن المجتمع الدولي يخالف رأي الصين الرسمي ويرى أن التبت منطقة ذات إدارة مستقلة. بدأت الصين بالمطالبة بأحقية السيادة على التبت منذ سنة 1906 بعدما وصلت بعثة بريطانية إلى التبت لترى إن كان الدلاي لاما 13 قائدا أفضل للمنطقة من الصين، ويعتقد أيضا أن هدف البعثة كان وقف النفوذ الروسي في المنطقة. قام الصينيون سنة 1910 بإرسال بعثات عسكرية إلى التبت للتخلص من الدلاي لاما، لكن الأخير هرب إلى الهند البريطانية في سنة 1911. أنهت ثورة تشين هاي سلالة تشينغ الحاكمة، وقدمت اعتذارا رسميا إلى الدلاي لاما، كما أعادت قيادة التبت إليه. قامت جمهورية الصين الشعبية بإجراء مفاوضات مع الدلاي لاما 14 حول وضعية التبت في سنة 1950، وطرحت معاهدة مؤلفة من 17 نقطة. ووفقا لهذه المعاهدة من المفترض أن تعطي الصين حق الإدارة الذاتية للتبت مقابل اعتراف الأخيرة بالسيادة الصينية. رفض الدلاي لاما هذه المعاهدة وأسس حكومة في المهجر.
بعد إقصاء الدلائي لاما عن الواجهة، بدأت الصين بإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في التبت تحت مصطلح القفزة العظيمة، التي تعني نقل التبت من منطقة زراعية إلى مركز صناعي. أدت هذه العملية إلى مقتل عدد هائل من المواطنين يقدر بنحو 200,000 إلى 1,000,000 شخص، ويعتقد البعض أن هذه العملية كانت السبب وراء مجاعة الصين الكبرى. هناك عدة حملات اليوم للمطالبة بانفصال واستقلال التبت عن الصين. تواجه هذه الحملات عادة بحملات أخرى مضادة وعنيفة، والمثال الأشهر عن ذلك هو مذبحة ساحة تيانمن التي حدثت سنة 1989. في سنة 2008 قام متظاهرون مؤيدون لانفصال التبت بمهاجمة 18 سفارة وقنصلية صينية حول العالم نتيجة لهذه الأحداث. تحكم الصين منطقة التبت بقبضة حديدية، وأصبحت الرقابة الصينية محكمة جدا، حيث تصنف التبت اليوم في المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأقل حرية في العالم. سابعا، قبرص. كانت جزيرة قبرص مسرحا لصراعات دامية على مر سنوات عديدة بين طرفين متحاربين، تركيا واليونان. وتقع الجزيرة في المرتبة الثانية من ناحية المساحة والثالثة من ناحية عدد السكان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، حيث يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة، ووصل الناتج المحلي فيها إلى 27.5 مليار دولار. قسمت الجزيرة إلى جزئين، تركي ويوناني، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بالجزء التركي ويعتبره احتلالا غير قانوني. تعرضت الجزيرة لعدة غزوات أجنبية على مر التاريخ نظرا لموقعها الاستراتيجي، حيث احتلها المصريون القدماء والفرس والإمبراطورية الرومانية والبندقية. وسيطرت الإمبراطورية العثمانية على قبرص منذ سنة 1571 حتى سنة 1878، عندما وضعت قبرص تحت الإدارة البريطانية. استولى البريطانيون رسميا على الجزيرة سنة 1914، لكنهم سمحوا بانتشار الثقافة اليونانية وبقاء السكان على عاداتهم. أما النزاع الحقيقي فبدأ في خمسينيات القرن الماضي، حيث اعتقد الأتراك أن عليهم احتلال قبرص ووضعها تحت سيطرتهم باعتبارها امتدادا للأناضول. أما اليونانيون في قبرص أرادوا اتحادا مع دولتهم الأم اليونان. حصلت قبرص على استقلالها سنة 1960، واندلعت أعمال العنف في الجزيرة سنة 1963 بين سكانها اليونانيين والأتراك. وفي 15 من شهر يونيو سنة 1974 حاول القوميون من أصل يوناني الإطاحة بالسلطة لتوحيد البلد مع اليونان، لكن سرعان ما اجتاحت القوات التركية جزيرة قبرص واحتلت الجزء الشمالي منها. أدت هذه العملية إلى تهجير أكثر من 200,000 مواطن وإنشاء دولة تركية في الجزيرة سنة 1983. أدان المجتمع الدولي هذا العمل، ولم يعترف أي بلد ما عدا تركيا بالدولة الجديدة في قبرص. تبلغ مساحة هذه الدولة التركية اليوم نحو 37% من مساحة الجزيرة، وهناك نحو 4% من مساحة قبرص تابعة للأمم المتحدة، ولا يعترف المجتمع الدولي حتى اليوم باستقلال الجزء التركي، ويعتبره احتلالا غير قانوني لجمهورية قبرص. ثامنا، جزر الفوكلاند. نزاع حدودي آخر نشب بين المملكة المتحدة والأرجنتين وعلى مجموعة من الجزر أيضا. تبدلت تبعية الجزر في الأعوام السابقة لسنة 1833، حيث استولت المملكة المتحدة عليها في ذلك الوقت، واستمرت سيطرتها على جزر الفوكلاند حتى يومنا هذا. يدافع البريطانيون والأرجنتينيون على حق كل منهم في السيطرة على جزر الفوكلاند، حيث يعود تاريخ سيطرة البريطانيين عليها لسنة 1690، بينما استطاعت الأرجنتين الاستيلاء على الجزيرة لفترة قصيرة سنة 1833. بدأت الأرجنتين بالمطالبة بحقها في امتلاك جزر الفوكلاند عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عندما شرعت المستعمرات البريطانية السابقة بالحصول على الاستقلال. رفعت الأرجنتين القضية إلى مجلس الأمن، وطلب الأخير من الدولتين المتنازعتين الوصول لاتفاق يرضي الطرفين، وبالفعل هذا ما حصل. توصلت الأرجنتين والمملكة المتحدة إلى اتفاق يحل القضية، فكان على الأرجنتين تزويد جزر الفوكلاند بالنفط، وبنت المملكة المتحدة مطارا كي تستخدمه الطائرات الأرجنتينية. ومع ذلك لم تتفق الدولتان على تحقيق تقرير حق السيادة، والسبب الرئيسي في ذلك رغبة سكان الفوكلاند بالبقاء تحت الحكم البريطاني.
عانت الأرجنتين من أزمة اقتصادية سنة 1982 وقررت فتح قضية الفوكلاند من جديد، لذا أطلقت هجمات مروعة من الأول من أبريل واستولت على الجزر. أدان المجتمع الدولي هذا الفعل وهبت دول عديدة لمساعدة المملكة المتحدة خلال حرب الفوكلاند، ومع ذلك لم تستمر الحرب سوى 10 أسابيع وانتهت باستسلام الأرجنتين. أعلنت الحكومة البريطانية سنة 2009 إغلاق باب الحوار حول مستقبل جزيرة الفوكلاند، وأظهر استفتاء سنة 2013 في جزر الفوكلاند تسويد 99.8% من السكان لصالح بقاء الجزيرة تحت الحكم البريطاني. بالطبع لم تأخذ الأرجنتين هذا الاستفتاء بجدية ورفضته رفضا تاما، وبقيت تطالب بحقها في السيطرة على جزر الفوكلاند حتى اليوم. تاسعا، تايوان. هناك نزاع دائر بين جمهورية الصين الشعبية واليابان حول السيادة على تايوان التي يصل عدد سكانها لنحو 23 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي فيها 1.147 تريليون دولار، فهي كنز هائل لا يستطيع أحد التفريط فيه. لكن تاريخ تايوان معقد جدا حسب ما يصفه المجتمع الدولي، مما يجعل الحكم في موضوع السيادة أمرا صعبا. بدأت المشكلة الحديثة حول السيادة في سنة 1895 عندما استولت اليابان على البلد، لكن في سنة 1912 تشكلت جمهورية الصين واستولت على تايوان بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، واستمرت في الحكم ل4 سنوات حتى سنة 1949 عندما استولى الحزب الشيوعي على السلطة في الصين وأسس جمهورية الصين الشعبية. هربت حكومة الصين، أي جمهورية الصين وليس جمهورية الصين الشعبية، إلى تايوان واستمرت بالحكم هناك. بقيت جمهورية الصين مسيطرة على تايوان وظلت تمثل الحكومة الرسمية الصينية الشرعية في مجلس الأمن حتى سنة 1971. يعترف اليوم 21 عضوا في مجلس الأمن بدولة تايوان، التي هي إحدى الدول الآسيوية الأربعة التي شهدت نهضة اقتصادية عملاقة بسبب تطورها في المجالات الصناعية والتكنولوجية. لكن جمهورية الصين الشعبية ترفض اعتبار تايوان دولة مستقلة، بل تراها كإحدى مقاطعات الصين، وهذا سبب جعل عددا لا بأس به من دول العالم يتردد بالاعتراف بدولة تايوان، حيث أعلنت جمهورية الصين الشعبية أن أي اعتراف رسمي بجمهورية تايوان سيلقى ردا حادا وعنيفا. تتفق الصين وتايوان أن لا حل لأزمتهما في الأفق، لكنهما يتفقان على وجود دولة صينية واحدة فقط بالرغم من اختلاف تفسيرهما لمعنى الدولة الصينية الواحدة، حيث ترى حكومة الصين الشعبية أنها الممثل الرسمي للصين، بينما تخالفها الحكومة الأخرى. عاشرا، فلسطين. كانت القضية الفلسطينية أكبر نزاع حدودي وأشهره على مر السنوات، وتصدرت الأنباء القادمة من فلسطين عناوين مختلف الصحف والأخبار. بدأ النزاع الفعلي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ففي تلك الفترة اضطر ملايين اليهود للهجرة من أوطانهم بسبب الحرب، فهاجر العديد منهم إلى فلسطين ومدينة القدس بالتحديد، حيث شكل العرب منذ القدم غالبية سكان المدينة بالإضافة إلى نسبة صغيرة من اليهود. لذا يطالب كلا الطرفين بحق السيادة على فلسطين، وخاصة بسبب الأهمية الدينية لمدينة القدس. فشل الانتداب البريطاني في تحقيق السلام والاستقرار في فلسطين سنة 1947، لذا استلمت الأمم المتحدة هذه المهمة وعرضت خطة لتقسيم المنطقة وقيام دولتين في فلسطين، مع بقاء القدس منطقة حيادية تحت سيطرة الأمم المتحدة. فشلت الخطة أيضا بعد رفض العرب لها، لذا أعلنت إسرائيل عن قيام دولتها سنة 1948. أدى قيام دولة إسرائيل إلى نشوب حرب عربية هاجمت فيها الجيوش المصرية والسورية والعراقية واللبنانية والجزائرية دولة إسرائيل. انتهت هذه الحرب التي استمرت لسنوات باستيلاء الأردن على الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما حصلت مصر على قطاع غزة، واندلعت حرب أخرى سنة 1957 نتيجة غزو إسرائيل لشبه جزيرة سيناء بمساعدة فرنسية وبريطانية، واندلعت حرب ثالثة سنة 1967 استمرت ل6 أيام، استولت إسرائيل خلالها على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولم تمض عدة سنوات حتى اندلعت حرب أكتوبر سنة 1973، والتي تعرف باسم يوم الغفران في إسرائيل. نجح العرب في هذه الحرب باسترداد بعض المناطق المحتلة، لكن العلاقات ساءت جدا بينهم وبين إسرائيل. أعلنت جبهة التحرير الفلسطينية سنة 1988 عن قيام دولة فلسطين، وطالبت الدولة الجديدة باعتراف دولي من مجلس الأمم المتحدة، لكن طلبها هذا رفض بشدة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل. تعد قضية فلسطين مسألة شائكة، وهناك الكثير من الدول التي تدعم قيام دولة فلسطين منفصلة، ويبلغ عدد هذه الدول 136 دولة من أصل 193. في سنة 2012 منحت الأمم المتحدة دولة فلسطين منصب دولة مراقبة غير عضو، وهي حركة اعتبرها البعض بمثابة اعتراف غير رسمي بدولة فلسطين. وفي سنة 2015 مررت الأمم المتحدة قرارا تطالب فيه إسرائيل بمنح فلسطين سيادة على مواقع الثروات الطبيعية التي تقع حاليا ضمن الأراضي الإسرائيلية.